المنطقة التي تم استهدافها في رفح تقع شمال غرب المدينة، وهي منطقة شبه خالية من البناء وقريبة من منطقة تل السلطان. بإسقاط التقسيم الإسرائيلي لمناطق قطاع غزة على المنطقة المستهدفة، نتحدث عن المربع رقم 2371. آخر تحديث عملياتي نشره الجيش الإسرائيلي في 11 مايو، لا يقع هذا المربع ضمن نطاق عمليات الجيش الإسرائيلي، وهي التي يشار إليها هنا في اللون الأحمر. يقع أيضا هذا المربع، أي 2371، ملاصقا للمنطقة التي أعلنتها إسرائيل آمنة في المواصي، حيث يقع جنوب المنطقة الآمنة كما نرى. ومع اكتظاظ المنطقة، منطقة المواصي، بمئات الآلاف من النازحين من مناطق مختلفة بالقطاع، امتدت خيام الفلسطينيين إلى هذه المنطقة، خصوصا أنها لا تقع في المنطقة الخطيرة من جديد التي أعلنتها إسرائيل.